وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمتلك تجربة لتحويل المحنة إلى منحة، لافتا إلى أن الدولة خرجت من 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم من الاستقرار الأمني نتيجة للإرهاب. أضاف الرئيس السيسي أن الأزمات توفر فرصا حقيقية لنجاح حقيقي وبمحاولة لإيجاد حلول لها. عنوان الجلسة عنوان مهم قوي، واحنا في مصر لنا تجربة في طرح الأزمة، وازاي الأزمة ممكن تتحول إلى أو المحنة تتحول لمنحة يعني. وأنا هقول 3-4 أمثلة لو سمحتولي على تجربتنا هنا في مصر في هذا المجال. هبدأ في القطاع الصحي على سبيل المثال. احنا كان عندنا يعني احنا خرجنا من 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى يعني، وبالتالي التحديات اللي كانت موجودة والأزمات اللي كانت موجودة ساعتها أي حد كان يشوفها في الوقت ده يحس إن ما يعني إنها ما فيش حل يعني، ما فيش حل. لكن الحقيقة الأمر مش كده، وأنا بتفق مع كل المتحدثين على إن الأزمات بتوفر فرص حقيقية ونجاح حقيقي بتحديها ومحاولة إيجاد حلول ليها. وإحنا اعتنقنا مبدئين أو استراتيجيتين مهمتين جدا في الموضوع دوت. إحنا مزجنا بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة. ده كانت أحد العناصر أو أحد الاستراتيجيات اللي إحنا كدولة حرصنا على إن إحنا نتعامل بيها، عشان لما نتعامل مع موضوع يكون له تأثير على كثير من الموضوعات الأخرى.